السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد ان شاء الله. راكم عارفين بلوج جديد مع اخوكم يوسف ليمر. اليوم اختاريت لكم واحد مدينة سياحية، مدينة زويونة غزالة، بعيدة من المدينة اللي كان نسكن فيها انا بشي 100 كيلومتر بحال هكاك، هي جات على البحر. المهم هذا غير الشارع ديالو، الشارع كما كتشوفوا معايا زوين نقي، وهذاك المهم هذا البداية الخوت. ومن بعد غادي نوريكم يعني الحقيقة للمدينة. أنا جيت بريمو على هذه المدينة، هذه مدينة سياحية ومدينة كيجيو ليها الأجانب ديال الصباح. من بعد غادي نوريكم لاكوت، لاكوت ديالو، خلينا من لاكوت ديال شي بلاصة آخرين، يعني شي حاجة واعرة، شي حاجة خيال علمي، شي حاجة زوينة. ولكن وراء البحر كيعيشوا الوحوش، كيعيشوا الوحوش، يعني بحال تقول مدينة نابولي. المدينة هذه دايرة بحال شكل مدينة نابولي، بحال نابولي، فيها البحر، فيها الجبال، فيها البركان، فيها كلشي. البحر بقى لهيه، عارفين ملي كتشوفو معايا هديك الطوموبيل البيضاء، تما البحر، نفس الشارع هنايا. المهم غادي ندير بوز باش متاكلش ليا لاكارت ميموار، ومن بعد غادي تفهمو علاش كنهضر الخوت. المهم هاد الفلوق هذا غادي يدوز زوين الخوت، الفلوق نوريكم يعني حقيقة وراء الحقيقة، يعني الناس فين عايشة، يعني الناس يعني الأجانب اللي فين عايشة، وراء الحائط الناس الآخرين فين عايشين. يعني انتوما لاحظوا معايا الطريق دابا بحال الشانطي هذا، هاد الشانطي كما كتشوفوا معايا، هاد الشانطي هذا، هاد الشانطي هذا، نقولوا مثلا هاد البلاصة هادي عايشين فيها أثرياء وأمراء، وهاد الباتي هادي عايشين فيها غير الناس الفقراء، فارقينهم غير شانطي، فارقينهم غير شانطي. المهم هانتوما غادي تشوفوا كل شيء بعينيكم ان شاء الله. المهم انا جيت اليوم على ود هالبحر، لا الا لاحظتوا معايا البحر راه يعني مبعيدش على الشانطي. المهم ندير بوز الفيديو ونكمل لكم الفلوق ديالي. يعني شوفوا المدينة السياحية كيفاش دايرة، يعني المدينة كيجيو ليها الناس من دول العالم، البحر قهوة، الروتيل قهوة، فرنسا، انجليز، المانيا، ايطاليا، هادي المدينة ما عرفتش فين المدينة، ولا ما كنتيش وسط المدينة الباكستان، انا بالنسبة لي هادا هما نوريهم لك، يعني شتوهم، يعني إذا ما كنتيش ولد المدينة هنايا وعندك لا ريسيدونس هنايا، تلقى مشكلة مع البوليس، تقدر يعطيوك ورقة للعامين. يعني يقول لك شنو كدير هنا، يعني نعاود نرجع لكم. حنا خارجين الخوت دابا من الحانوت على حساب القانون، انا تصور بنادم ما قال لي حتى شي حاجه الصراحه، واخا دخلت بالكاميرا ما قال لي حتى شي حاجه، تقولوا هنا سياح هنا سياح، والله ما قال لي شي حاجه. المهم شو انا نقول لكم علاش هضرت عليكم على منطقة حساسة، منطقة حساسة الخوت. المهم مازال ما قربت لنوريكم،
هذوك حنا باش نخرجوا يعني الجدارميه من خرجوا خرجوا من ديك الدار الصفراء راهيه. هانتوما نشوف شحال ديال باكستان وشحال ديال الهنود. شوف على الخوت والله الا ضربت تماره على ودي تكون قسما بالله هاد البلوك هذا بغيتو يعني بغيتو تشوفوا الحقيقة، تشوفوا الحقيقة الإنسان فين عايش، تشوفوا المعيشة ديال بنادم فين عايشة. مبغيتش نبقى ديما في الدار ندير الألعاب ديمي و يعني الناس كاين اللي تيقول حقا طاليان فيها ما يدار ومثلا الجزائر فيها ما يدار. ها انت شوف هادي لما نسمع حد اسمها داها. المهم شوف العمارات فاهم، العمارات هاد العمارات هادو يذكركم بحاجة واحدة. هاد العمارات هادو يذكركم نابولي اخوت، يذكركم نابولي. كاين اي حاجه اللي حليتي على فمك تلقاها، اللي حليتي على فمك تلقاها. ولا تميت ليكم هي بلاتي، ولا تميت ليكم هي بلاتي. نجيو لا زوما زومي كيبانوش. تخشاو ما عرفتش واش حناش ولا شي حاجه اخرى. المهم ها بحال اللي قلت لكم الخوت يعني شانطي، الخوت فارق شانطي. الناس ديال الاثرياء راهم عايشين تما كاين ياك، الناس ديال الفقراء هما هنايا، المغاربه تيريات توانسه كيفاش ندير ليهم. شوف شوف ندير ليهم، ندير ليهم كاميرا مراقبه 24 ساعه ولا 24 ساعه، والبلايص كلهم يعني كلهم مراقبين حبس، يعني حبس مراقبين. هاد الأجانب مراقبين 24 ساعة، الخوت لا 24 ساعة. عما تقول البلاد أحسن الإنسان بلادو عايش بخير، والو بخير يعني ثلاث حوايج. المهم أنا وليتهم هاد جوج هاهما خارجين من زمان هاد الزوج هادو لي دايرين كاسكيطة سيو. اوكي انا وليكم كاميرا كاملين، معليش ندخل انا، معليش ندخل الخوت لا دخلت دخل حنا جايين جبدوني انا معاهم، معليش ندخل انا على الشارع صافي. نقدر ندخل لاخر لي صعيب شوية، نقدر ندخل ليه على ودكم نتوما. المهم شوفوا شحال من كاميرا تاخد عزوميت، تشوفوا شحال كاميرا، شوف شحال كاميرا، شوفوا اخوت شحال كاميرا. هاد الطريق هادي، هاد الطريق هادي كامل، هادي غابة، غابة زوينة في جوليا، لكن أحسن لكم يكونوا فيها أفارقة بالليل يقيو الحوايج ديالهم، راكم عارفين علاش كنهضر. المهم راهو هداك العمارة الثانية، هذيك العمارة الثانية هي أقوى عمارة اللي كاينة في هاد البلايص. ها العمارة الثانية كيما كتشوفو معايا كلهم عامل كاميرا، كلهم عامل كاميرا كيما كتشوفو معايا. اللي ما ساكنش هنايا بلا ما يدخل هنايا، إلا دخل هنايا راكم عارفين علاش. وهنايا الديور عرفت شحال هاد الدار هادي مبنياها وكاين ومازال ما تباعتش. شوف هادو كيعمرو غير من الصيف الصيف، حدا فقراء. شوف الخوت فقراء هنايا، فقراء هي فهاديك البلاصة، وحنا غادي نمشيو لهاديك البلاصة وغادي تشوفو دابا على عينيكم. واخا بعيدة شوية غنمشيو تماكن وغادي تشوفو كلشي على عينيكم فهاديك البلاصة. المهم الخوت هذا الجرين، هذه هو الجرين اللي كيهضروا عليه، راه معروف طاليان معروف. اوتيل جرين هذاك، اوتيل هاوس
واش كان اوتيل او شعو بارتمات الله اعلم. حس هذا سميتو اوتيل جرين هذا ولي. المهم الخوت هذا كيتسمى اوتيل جرين معروف في ايطاليا اوتيل جرين. وهذا اللي قدامي سميتو اوتيل هاوس يعني كل بجوجهم اوتيلات. واش كانوا اوتيلات قبل ما يدخلوا لهم الاجانب الله اعلم. ومن بعد تلقاه مولاه ما سلكوش الوطايل حيت بعيد على البحر رجعوا بيوتها. عرفتي شحال من بيت تما كاين في هذيك العماره؟ خير بالك صغيره من هنايا يا راه كبيره. وشو شحال من خط تما اللي لقاها؟ ما عرفتش شحال من شي 2000 ولا 4000 بيت تما كاين دار ماشي بيت دار اسم ماديور مخالطة الدعوة تما مخالطة الدعوة. كاين الناس الزوينين وكاين الناس الخايبين. اوكي الخوت نتمنى الفيديو يعجبكم بكل اعماق قلوبكم. المهم الخوت كما شفتوا معايا الواقع ديال الناس اللي يعيشوا في ايطاليا ولكن مازال مشفتوش الواقع ديال المرض. انا قطعت الفيديو حتى الفيديو بساعه وزياده ديال بعد المهم الخوت بغيت ندير هاد الفيديو هذا باش الناس المغاربة او توانسة او ليبيا او سوريا او يعني بلدنا العرب احسن من اي بلد. والله يا اخوان نحن العرب يعني نحن كرماء نحن يعني قلوبنا بيضاء مش بحال يعني هاد الاجانب عنصريين واكثرين ايطاليين اكثر عنصريه في ايطاليا. والله يا اخوان اكثر عنصريه في ايطاليا. المهم الخوت ما تطولش بزاف. الى عجبكم الفيديو كنترجاكم الخوت بارطاجيو الفيديو في الفيسبوك بارطاجيو الفيديو في اليوتيوب حيت مازال تشوفوا الحقيقة ديال بصح. هذا غير البارت الاولى وقطعت الفيديو راه مازال كمان غير انا قطعته احسب الكونيكسيون الخوت. المهم الخوت الى عجبكم الفيديو كنعاود ثلاث مرات. يعجبكم الفيديو ديروا لنا لايك واليوم اشترك معنا في القناة وبارطاجيو الفيديو الخوت. الله يجازيكم بخير الخوت. بارطاجيو الفيديو وعاونوا اخوكم يوسف جيمر عزيز القدام حتى اخوكم مغرب في الطاليان. راكم عارفين الغربة وعارفين يعني لا خدمة لا تجي حاجة يعني خدمة والو. بغينا زعما نديرو اليوتيوب باش نديرو منو شي حاجة
تسمى بزاف اليوتيوبر بزاف يعني عامل الالعاب بزاف يعني، ولكن الانسان ما عارش شنو داك الانسان، شنو خاص داك الانسان، شنو كيدير هذاك الانسان، ولكن فين عايش داك الانسان. كنضحكو كنلعبو كنديرو فيديوهات، ولكن حقيقة الانسان ما عارفها سوى الله. المهم الخوت ساليو الحلقة هنايا، نقول لكم شكرا بزاف، نبقي نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.